عام 30/6 القادم 7 مليارات دولار عائد قناة السويس لأول مرة. ان شاء الله يا فندم. شوف انا هقول لحضرتك حاجه، فضل ربنا طبعا اولا واخيرا، ولكن بفضل رجال قناه السويس والخبره اللي موجوده عندهم ومتابعه سياده الرئيس الدائمه للي اللي بيتم في قناه السويس وايه اللي احنا بنعمله وايه اللي احنا بنفكر فيه وبيدي رايه وبيوجه اهتمام مباشر وكاد يكون دوري، مش عايز اقول يعني اسبوعي، لا يعني اهتمام كبير جدا مع مشروعات احنا بنعملها، مع رؤيتنا للنقل البحري واللي بيحصل فيه وتواصلنا مع النقل البحري بنشوف السفن بتعمل ايه وبتعبر منين وبتدي تخفيضات عشان ما حدش يعبر من راس الرجاء الصالح، لا يعبر من قناه السويس. كلام كبير جدا تم برضه، ما ننساش ايفر جيفن، وبعد افتتاح قناه السويس جديده وحاسه ايفر جيفن والعائد على القناه وعلى مصر من قدره الرجال على انهم سفينه عملاقه زي دي في 6 ايام تطلع سليمة، ما فيش بضاعة تخفف منها ولا تخسر. حين حضرتك قلت يمكن كان في أمريكا في أخت السفينة دي قعد 36 يوم وكمان خففوا البضاعة، مش بس طلعوا يعني كده، لا خففوا كمان البضاعة، بالرغم أن كان أسهل بكتير جدا من إيفر جيفن، كان في قاع صيني والسفينة حمولتها أقل، حاجات كتير قوي إنجازات بتعملها قناة السويس، ودايما عين الناس على قناة السويس. حضرتك قلت أن إيفر جيفن 6 أيام كانت الناس العالم والنقل البحري كله كان متوقف على اطراف اصابعه، بص احنا هنعمل ايه؟ طب هننجز امتى؟ احسن المتفائلين في النقل البحري قالوا من 3 شهور ل6 شهور، فطبعا ده كان بالنسبه لهم هاجس فظيع ان احنا نقعد القناه مقفوله المده دي كلها، لكن الحمد لله احنا بفضل ربنا ورجال هيئه قناه السويس ومتابعه ستارايت 6 ايام كنا انجزنا هذا الانجاز العظيم. وعلى فكره المشاريع ما بتتوقفش، يعني مشاريع قناه السويس يعني احنا بنتكلم من 153 سنه افتتح قناه السويس، 10 سنين حفر، بعد كده تطوير قناه السويس 75 افتتحها مع الرئيس السادات، بعد كده 2015 سياده الرئيس قناه السويس الجديده واللي كان ليها اهميه كبيره وما زلنا بنقول شو يعني بقى لها قد ايه، احنا بنتكلم على 7 سنين لكن ما زالت اهميه قناه السويس. ما كنتش الرقم اللي هو بيقول عليه بكره ده 80 سفينه كان حقيقي متواجد لو ما كانتش قناه السويس الجديده موجوده. لو قناة تانية طبعًا. مش موجودة ما كانش يبقى عندي 80 بكرة طبعا، أكثر حاجة كنا بنعدي 45 سفينة. أنت بتتكلم دلوقتي على ضعف العدد، يعني بتتكلم خلال 8 سنين توصل لضعف العدد، لا كانت رؤية لأستاذ الرئيس طبعا ثاقبة إن قناة السويس جديدة. حمولة ال 80 بكرة كام؟ الحمولة بتاعتهم لبكرة يعني بس؟ اللي جايين بكرة حوالي 2 مليون طن تقريبا حاجة. طيب الحمولة خلال من يناير لحد النهاردة 6 شهور دول احنا بنتكلم يعني نخلينا نقول ان مثلا في مايو، خلينا في مايو الثاني الشهر اللي فات يعني نتكلم ان الحموله في مايو كانت 114 مليون طن. بنتكلم على عدد السفن 1916 سفينه بزياده 12% عن السنه اللي فاتت، الحموله زياده 8% عن السنه اللي فاتت، العائد بالدولار كان 657 مليون دولار،